رحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين معاكم في متابعة الأجواء واحتفالاتنا بأجازة عيد الفطر المبارك. في إقبال كبير جدا شهدته سينمات قصور الثقافة المشاركة في مشروع سينما الشعب خلال أيام العيد، واللي بيقدم أفلام الموسم بأسعار مخفضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. عايزين نعرف تفصيل أكتر عن أبرز الأفلام كمان اللي موجودة وأماكن العرض وجديد مشروع سينما الشعب من الأستاذ عمرو بسويني رئيس هيئة قصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وأنت طيب يا أستاذ عمرو. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ جمال، صباح الخير على مصر جميعا وجميع ايام مصر ان شاء الله في اعياد مستمره باذن الله يا رب. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين اكتر عن تفاصيل مشروع سينما الشعب وايه الهدف منه. مشروع سينما الشعب هو من اهم مشاريع وزاره الثقافه تحت رعايه معالي الوزيره الدكتوره نيفيني كيلاني. هو احنا طبعا جمهوريه مصر العربيه على مستوى المحافظات كلها بتفتقر الى السينمات، فمشروع سينما الشعب ان احنا موضوع السينما الشعب المصري عنده شغف وحب للسينما خصوصا في ايام الاعياد والمناسبات الرسميه. احنا عندنا الاصول بتاعت اصول الثقافه منتشره على مستوى جمهوريه مصر العربيه، فعملنا مشروع سينما الشعب ان احنا بنعرض سينما الشعب بالتعاون مع الشركه المتحده، بنعرض الافلام اللي تعرض في السوق حاليا في اصول الثقافه. طبعا بنجهز الاصول بكل التجهيزات السينمائيه، بنعرض الافلام اللي معروضه في السوق باسعار مخفضه 40 جنيه سعر مخفض في العيد 40 جنيه لجميع الجمهور. فطبعا هو متنفس للشعب المصري في محافظات جمهوريه مصر العربيه. احنا بنعرض السنه دي عندنا ثلاث افلام اللي هي في السوق، فيلم اسود ملون وشقوه وفاصل من اللحظات اللذيذه بنعرضها عندنا في 16 محافظه. المشروع شغال عندنا في 16 محافظه في 18 موقع، زي اسيوط، قصر ثقافه اسيوط، قصر ثقافه اينا في اينا، المركز الثقافي في كفر الشيخ، عندنا في اسكندريه في الانفوشي، عندنا في مركز ثقافه طنطا في طنطا، عندنا في قصر ثقافه دمنهور في دمنهور، عندنا في ابو المطامير في قصر ثقافه ابو المطامير في البحيره، عندنا قصر السينما في السينما في جاردن سيتي، عندنا في رود الفرج في قصر ثقافه رود الفرج، في قصر ثقافه الاسماعيليه في الاسماعيليه، قصر ثقافه شرم الشيخ في شرم الشيخ، في 23 يوليو في طنطا في مسرح 23 يوليو في المحله الكبرى. عظيم. في قصر الزقازيق في الزقازيق، فاحنا عندنا 16 موقع في بني سويف، عندنا برضه في بيبه في بني سويف، وفي القناطر الخيريه في القليوبيه، في الوادي الجديد عندنا سينما هيبس شغاله في سينما هيبس، فاحنا عندنا 16 محافظه في 18 موقع في 16 محافظه بيعرضوا الافلام اللي بتعرض حاليا في السوق وسعر مخفض للجمهور. وكل عارضين خلال اربع ايام العيد اللي فاتوا كامل العدد كان دايما لحد كامل العدد كان عليه اقبال شديد طبعا. جدا إقبال جدا اقبال بقى طول ايام العرض. ايوه يا فندم. طب يا فندم خلينا برضو نعرف من حضرتك كام قصر ثقافه تقريبا بيعرض فيها هذه الافلام؟ 18 قصر ثقافه 18 موقع. في اي محافظات؟ في 16 محافظات، اسكندريه والبحيره والغربيه واسيوط وقنا والوادي الجديد والاسماعيليه وجنوب سيناء واسيوط وشمال سيناء في العريش وفي الزقازيق في الشرقيه، وعندنا والوادي الجديد من الوادي الجديد ودمنهور. هم حوالي 16 محافظه بالظبط، 16 محافظه بيعرضوا فيهم. هل في فعاليات ثانيه يا فندم؟ طبعا عندنا فعاليات في العيد معالي الوزير، احنا عاملين فعاليات في العيد. كان في فعاليه في قصر ثقافه في مسرح السامر، كان عاملينها احتفاليه كبرى كنا عاملينها في العيد بالفنان سامح يسري، كان اول امبارح، والفرقه المصريه فرقه الشباب المصريه، وكان برضو كانت كامل العدد. تمام. كانت فيها فقرات فنيه متنوعه جدا، كانت جميله جدا، كانت منظماها الاداره المركزيه للشؤون الفنيه في القاهره، وكان عندنا في البديل عندنا مشروع كان مهم جدا، بديل العشوائيات، ما ننسيناش ابنائنا من بديل العشوائيات في العيد. عملنا فعاليات. طيب وقرى حياه كريمه يا فندم. في اهالينا وفي الخياله وفي حدائق اكتوبر والمحروسه. جميل. عباره عن ورش، عملنا ورش رسم على الوجه. انت عارف العيد طبعا بيبقى فيه باجة العيد وفرحه العيد، بتبقى الاطفال عايزه تعمل ورش، عملنا ورش رسم على الوجه، عملنا لهم عروض للاراجوز وعروض للماريونيت، وعملنا مسابقات ترفيهيه بين الاطفال وتوزيع جوائز عينيه، فكان برضو فيها اقبال في البديل العشوائيات. كان من اهم المشاريع عندنا ومن اهم الفعاليات اللي تمت في العيد في عيد الفطر الحمد لله. طيب يا فندم، يعني في الايام بقى ما بعد ايام عيد الفطر المبارك، ايه الفعاليات اللي هتكون موجوده؟ ايه الفعاليات الثقافيه اللي هتتم في قصور الثقافه؟
احنا طبعا احنا نطلع من العيد عندنا فعاليتنا المسرح، هنبدا شغال في المسرح عندنا شغال بقوه الفرق، عروض الفرق المسرحيه عندنا شغاله، اللي احنا عندنا بنستعد لمهرجان المسرح ختامات مهرجان المسرح. احنا بننفذ مسرحيات في مستوى على مستوى المحافظات كلها، من قوميه الى نوادي مسرح لشرايح مسرح. ان شاء الله اكتر حاجه داخله جايه المسرح، بالضبط طبعا السينما الشعب شغاله زي ما هي طبعا، بس عشان داخلين الانتخابات بيبقى فيها طبعا بتقل شويه، بس احنا عندنا المسرح كله، المسرح عندنا شغالين بقوه، بالاضافه الى العروض الفنيه المتميزه بقيه عروض الاصول الثقافه للفنون الشعبيه والموسيقى، عندنا عروض على مستوى الجمهوريه شغالين فيها دايما على طول، شغاله موجوده معانا ان شاء الله باذن الله. بس هو اقوى حاجه شغاله بعد العيد ان شاء الله بعودة المسرح تاني، لأن احنا عندنا فعاليات المسرح على مستوى الجمهورية تبدأ بكل قوتها بعد العيد. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ عمرو بسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، نشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والإيضاحات.